مايك مرة الله تعالى وبركاته، صح افطاركم وصحة رمضانكم. اذا اللعبة تاع اليوم سهلة جدا، نطلب يكون معايا شخص، الشخص هذا اللي يكون معايا ناطي بيخلط الاوراق كما راهم. نطلب من الشخص يخلط لي الاوراق، مش تعرفوا بلي مانيش عارف الورق هذا ولا حاسبهم ولا. نطلب من الشخص يخلط الورق كما يحب، عشان اللي يحب يخلط بيه يخلط. إذن خلط الشخص، دوكا نخير زوج نميروات، خير زعما نميرو 7 نخيرو 6. إذن دوك اللعبة هذه سهلة جدا، نبدأ نحط في الورق، والشخص اللي يكون اللي خير اللي عطيتو خلط الورق هو اللي راح يقول لي احبس، وقت ما يحب يقول لي احبس. هذا ماك لعبة سهلة جدا. احبس احبس. اذا قلت الشخص توقف هنايا، حط الورقة هكا، اذا نزيد يقول لي توقف وقت ما يحب. احبس حبس هنا. اذا هذه اللعبة اسمها توأمان. دوك الورقة دائما اللي تجي قبل الورقة المغلوبة نحطها، تولي هي الورقة اللي التوأم تاع الورقة هاك. إذا هاي الورقة اللي قبل الورقة 7 قلب أسود كما راكم تشوفوا. دونك نطلب من الشخص يقلب الورقة اللي هو مقلوبة. فعلا 7 قلب أحمر و 6 قلب أسود كما راكم تشوفوا تماما. إذا عجبك الفيديو دير جيم في لاباج و بارطاجيه، ما تخليهش عندك وما تروحش بعيد. دونك نوريكم الحل تاع هذه العكس. اذا السر في هذه اللعبة انه السيد كيخلط، نشوفوا دائما الورقة اللي تكون اخيرة والورقة الاولى. كما هنا عندي 7، نروح نمشي بالخف نحوس على 7 قلب، ومن بعد عندي 6، نروح بالخف نحوس على 6 قلب احمر. وهنا يكمن السر تاع هذه اللعبة، انه كي يبدا يقول لي كي نبدا نحط في الورق السيد يقول لي توقف. مثال السيد قال لي احبس هنا، الشخص هذا قال لي احبس هنا. اذا الورقه اللي عندي هنا من تحت هي 6، حط 6 هنا ودي 6 الاخرى تجي فوق هنا. اذا نمشي نكمل اللعبه هذه، عفوا. اذا كما راكم تشوفوا الورقه عندي 7، حط 7 هنا ودي 7 أخرى فوقها. لعبة سهلة جدا، ما تطلبش أي مهارة. كما راكم تشوفوا دوكا نروح نمشي ديريكت الورقة اللي تكون مقلوبة. إذا عندي 6 هاي وعندي 7 هاي. إذا كما راكم تشوفوا هذا هي السر تاع هذه اللعبة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وصحة رمضانكم.